خرجت أغنية ديالي يا لالا، أول أغنية في العربية ديالي. كنت منا المغربي يشكروا هذه الأغنية، وإن شاء الله نديروا شي حاجة هنا في المغرب. يا لالا، كنت شحال هادي باغي ندير شي حاجة في العربية، ولكن قلت راسي إلا غادي ندير شي حاجة في العربية بغيت نديرها زعما مزيان. وأحمد شوقي عرفني بواحد الولد سميتو مرابط وجبناه لهولندا، قلت له بغيت ندير شي حاجه في العربيه، ولكن كنهضر العربيه كنفهم العربيه مزيان، ولكن ماشي حتى هذيك الدرجه. قلت له تقدر تعاوني تاتا، وعدلنا بزاف ديال الديسك في العربيه، وخرجت يا لالا واحد منهم، واخترنا هذه. قلت له صافي هذه غادي نديروها، وحنا الحمد لله غاديين. علاش؟ كانت كاتشي بزاف ديك يا لالا، بقات في الراس. و شي شهر كان غني حقش ديجا عدلتها شحال هادي، وبقيت كان غنيها حتى طلعت لي في الراس علينا، وبقيت في راسي وعجبتني بزاف، وقلت هادي غادي نديروها. كيفاش دخلت العالم ديال الغناء؟ حتى بابا ديالي من الصغر ديالو كان كيغني بزاف، وكنت كنمشي معاه بزاف. شحال هادي كنت باغي نبدا بالموسيقى، ولكن ماما ديالي شويه كنت كتزير عليا، ما بغاتش. هي بغات ولدها تولي شي دكتور ولا شي حاجه، فهمتي؟ واحد الساعه قلت كملت القرايه ديالي، وقلت لها ماما بغيت ندير شي حاجه الموسيقى، واخا هكذاك ما عجبهاش الحل بزاف. وبديت كنمشي استوديو بلا ما نقولها، وخرجت واحد اغنيه سميتها نورينغ رينغ، كانت السينجل ديالي الاولاني في هولندا، ونجحت مزيانه في بلجيكا هولندا. ومن ديك الساعه قلت لها ماما وصافي غير سير، والحمد لله حنا غادي. ضروري شو انا باقي جون، منين نكون عندي 30 عام وقيلا لا، مي دابا وي دوس عادي. احمد شوقي ما كنتش كنعرفه في بيرسون، كنت كنعرفه غير من يوتيوب مغني، ومانجر ديالي كان عنده واحد بروجي معاه، ما عرفتش بالضبط شنو، مي كان في التليفون كان في ستوديو وسمع واحد اغنيه ديالو، وسول شكون شنو هي هذيك شكون هذاك، قال له واحد الولد من هولندا تاتا سميتو ديستينكت وعجبه بزاف. قلت له انا بغيت تكون في هذيك ديسكو، ودرناها وجا لهولندا سجلها، وديك السيمانه نيت درنا كليب، والسيمانه عليها خرجناها ديريكت ومشات مزيانه. وعاد احمد شوقي ما غناش في العربيه، كان غناها في اسبانيوليه وانا في هولنديه، وخدمت مزيانه تما. ومن ديك الساعه حنا كنتصلوا كنضحكوا. زوير بهاوي كيعجبني بزاف، هو الموسيقى ديالو مزيانه، الميلودي ديال والشباب كاملين كيسمعوا ليه، وكيعجبني الموسيقى ديالو. من سي صاولا ما عنديش بالضبط واحد، ولكن يونس، زوير بهاوي، تيو بزاف بزاف بزاف. بجوج حقش في هولندية دايما كنخلط شوية الساوند ديال هنايا، ولكن موسيقى موسيقى غير اللغة لي ديفيرونت صافي. بجوج مليت انا بله بيك، عيت من صوفري، ويا لالا 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 يا لالا 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 لالا، وشحال انا نعشق فيك ومن بكري، ويا لالا 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 يا لا 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 لا، راني مديكلاري بغيتك يا حلالي، وتكوني ديالي ونعيشو لا فيك انا وياك.